أعزائي المشاهدين، برحب بيكم وحلقة جديدة من برنامجكم تحت الأضواء. في البداية برحب بالمذيعة الجميلة آية محمد. أهلا وسهلا يا آية، اهلا وسهلا بيكي يا فندم. وبرحب بزميلي العزيز تامر نور. اهلا أهلا وسهلا، وسهلا يا نور. اهلا وسهلا بيكي، وصباح الفل عليكي وصباح الفل على آية. صباح النور. آية عايزة أقول لكم إن هي ظهور أول مرة، اهو وكانت بتراسلنا على الفيسبوك اه وكان نفسها تظهر معانا مذيعة صباح. لأول مرة. ايوه انا بعتت الصراحه على رسائل الفيسبوك على الصفحه، وما كنتش مصدقه التجاوب بشكل جدي وشكل سريع كده، وانا مبسوطه ان انا معاكم، وان شاء الله نعمل حلقه حلوه تنال الاعجاب الساده المشاهدين. نورتينا يا آية، وأهلا وسهلا. واحنا برضو مبسوطين ان انت معانا يا آية، واحنا برضو البرنامج بتاعنا برضو بيساعد الشباب اللي حابب ان هو يطلع او كده، فاحنا بنساعد الشباب. فضيلة، معانا ايه النهاردة؟ معانا النهاردة دقيقة رياضة مع تامر، ومعلومة مفيدة معايا أنا، ومجرد اقتراح مع تامر، وسلوكيات خاطئة هنتناقش فيها ونتكلم فيها أنا وتامر وآية، ورسالة من عامل نظافة مع تامر، ورسائل فيسبوكية مع آية. في البداية أنا عايزة أهني الشعب المصري بنصر أكتوبر العظيم. النهاردة 3 أكتوبر، ويوم الثلاث إن شاء الله 6 أكتوبر، شهر الانتصارات المجيدة، شهر الانتصار العظيم في العصر الحديث. الجيش المصري عبر عبور عظيم وحطم خط بارليف وحقق الانتصار المصري والعربي المجيد. بنتمنى لمصر إنها دايما تكون في ازدهار، إنها دايما تكون في مسيرة الإنشاءات والإصلاحات والتنمية والمشاريع البناءة. بنحيي جيشنا العظيم البطل وشرطتنا الوفية، وبنتمنى لقائدنا العظيم كل التوفيق وكل النجاح. وبقول لكل الشعب المصري كل سنة وانتم طيبين. كل سنة وانتم طيبين، كل سنة وجيش مصر العظيم حامل أرض وحامل عرض. طيب، نشكر كل من ساهم في التنمية المصرية، نشكر رئيسنا الجميل قائد مسيرة مصر العظيمة. طبعا تحية لكل شهيد ضحى بنفسه من أجل هذا الوطن. شهداء 73، شهداء 73 لولاهم دول احنا مش ما كناش احنا نبقى موجودين هنا. فضيلة، دلوقتي دقيقة معاك يا تامر، دقيقة رياضة، اتفضل. دقيقة رياضة. طبعا الوسط الرياضي هذا الأسبوع ساخن جدا، طبعا بعد رحيل باتشيكو، بعد رحيل مدرب الزمالك كارتيون، ومجيء طبعا باتشيكو، وطبعا رحيل طبعا المفاجئ طبعا لفايرر، وطبعا جه موسيمين. طبعا أول ظهور لباتشيكو مع الزمالك وفاز على المصري، وطبعا دي كانت تجربة بالنسبة له كويسة. وبالنسبه لموسيماني طبعا احنا بنتمنى له التوفيق مع النادي الاهلي. هو طبعا كان ماسك فريق سان داونز الجنوب افريقي، وطبعا بشكر طبعا اداره النادي الاهلي ان هي كمان اتعاملت باحترافيه في الملف دوت، لان هي كمان لما جت تتعاقد معاه راحت الاول لرئيس النادي وتفاوضت معاه، فكل الناس ما كانتش عارفه ان الاهلي بيتفاوض مع رئيس النادي، ورئيس النادي ادى ترحيبه. وطبعا موسيماني هو طبعا في الرسائل بتاعته ان هو مبسوط جدا ان هو حقق حلم عمره، ان هو بيدرب نادي زي النادي الاهلي، نادي كبير، اكبر نادي في افريقيا والوطن العربي. فطبعا هو سعيد بالتجربه ديت، واحنا كمان يا موسيماني سعيدين بيك، وان شاء الله تحقق مع الاهلي بطوله افريقيا. وكمان عايزين نقول للناس اللي هي بتقول لك انتوا جايبين مدرب من افريقيا، افريقيا يا جماعه بتورد لكل اوروبا، افريقيا اللي بتورد لكل اوروبا اللعيبه، فلما نجيب مدرب افريقي متميز بقاله 8 سنوات مع فريق ومحقق معاه بطولات وانجازات، فده شيء يحسب لاداره النادي الاهلي. بشكر اداره النادي الاهلي تحت قياده المحترم الخلوق الكابتن محمود الخطيب. فضيله، النهارده معايا معلومه مفيده انا بوجهها لكل الامهات الحوامل، وخصوصا كل عروسه حامل جديد. هي بيهمها جدا انها تحافظ على صحه الجنين وتكوينه السليم. وعايزة أقول في ناس طبعا بتعرف المعلومة دي كتير، بس في برضو ناس كتير ما تعرفش المعلومة دي. عايزة أقول لهم في حاجة اسمها B9 أو B9، اللي هو بيتمثل في حمض الفوليك، اللي هو الدكتور أول ما بتروح له الحامل تكشف عنده أو تعمل سونار وتكتشف إن في بيبي في حديث الحمل، فهو بيكتب لها حمض الفوليك اللي هو فوليك أسيد الاسم العلمي ليه. فأثبتت الدراسات العلمية إنه هو
أساسي في تكوين الجنين وبيحافظ عليه من التشوهات الخلقية وبيساهم في تكوينه تكوين سليم. أنا عايزة لكل أم بيهمها طبعاً إن البيبي ده أو الجنين ده يكون بصحة ويكون نموه سليم ويكون متكامل. ما نقولش إن هو مثلاً ظهر عنده عيب خلقي بعد الولادة أو إن هو ناقص النمو أو يدخل في حضانة. اهتمي بتغذية طفلك وانت حامل فيه. البي 9 أو البي 9 ده بيبقى موجود في إيه؟ في حاجات بسيطة، اللبن، الزبادي، الموز، التفاح. يعني هي ممكن تاخد لها تفاحية كل يوم أو مزايا، تاكل زبادي، لو ما بتحبش الزبادي تاكل سمك، اللي ما بيحبوش السمك ياكلوا فاصوليا، اللي ما بتحبش الفاصوليا تاكل عدس. فهنا هي بتحاول تحافظ بقدر الإمكان على الجنين ده من إن هو يتخلق أو يولد بشكل مش طبيعي أو عنده عيوب أو فيه مرض. فإحنا بنقول لك حافظي على الجنين بتاعك لأن أنت مستنياه بفارغ الصبر، وكل أم أمنيتها إن يتولد ابنها طبيعي وما فيهوش أي أمراض. ونتمنى لكل أم حامل إنها تجيب البيبي بتاعها بكل أمن وسلام. دلوقتي إحنا عايزين نتكلم في سلوكيات إحنا بنشوفها خطأ في الشارع، في حاجات في الشارع بتضايقنا وبتضايق غيرنا، فعايزين نتكلم فيها. إيه رأيك يا آية؟ انا طبعا اول يعني حاجه سلوك وحش انا بشوفه ان في المترو، ان الكراسي اصلا والمقاعد اللي في المترو دي مخصصه لكبار السن، وفي لوحه محطوطه ان المقاعد دي لكبار السن. فانا بتضايق ان مثلا شاب قاعد حاطط الهاند فري في ودنه وبيسمع اغاني وسايب واحد كبير واقف او ست كبيره واقفه. فيعني انت حط نفسك مثلا هو باباك او مامتك او حد كبير في السن، او انت هتكبر في يوم من الايام وهتبقى في سن الراجل ده، او هيبقى يعني هتحط نفسك مكان الشخص، فانت هتعمل اللي انت تتمنى للناس تعمله معاك. فدي حاجه بتضايقني يعني. على فكره حاجه دي مهمه جدا، ان احنا لازم الشباب يفهموا ان احنا النهارده يعني احنا كشباب نقدر نستحمل، لكن راجل كبير مسن مش هيستحمل ان هو يبقى واقف او ماسك العكاز وهو واقف ساند يا عيني على العكاز، والشاب كمان فعلا بيبقى قاعد ولا اكنه حد واقف قدامه، واكنه واخد الكرسي حكري ده بتاعه ومأجره بالتذكره بتاعته اللي هو دافع فيها الخمسه جنيه ديت، فهو مأجر الكرسي بتاعه لحد ما يوصله البيت، ونفسه كمان لما ينزل من المترو ياخد الايه؟ ياخد الكرسي معاه، ياخد الكرسي معاه. فطبعا لا طبعا يعني ظاهره سيئه جدا، يعني وسلوك خاطئ جدا. ايوه صح. وفي الاهتزازات كمان يعني المترو ساعات ما بيبقاش ثابت، فممكن هو ما يقدرش يثبت ممكن نفسه ويقع، ممكن يقع على الارض وهو مش في دماغه خالص، هو قاعد كده اهم حاجه ان هو ماسك الموبايل بتاعه عمال يشيت او ماسك عمال يتفرج على اليوتيوب والهاند فري في ودانه ومالوش دعوه بقى باللي قدامه. ده طبعا ده سلوك خطا، ويا ريت ان احنا الشباب كمان يعني تسمعنا كده وتحط مكانك يعني نفس مكانك نفس الراجل دوت اللي واقف قدامك بعد حياتنا ربنا. طبعا انت تحط نفسك مكان الشخص ده، شوف انت بقى تبقى انت نفسك فيه. وطبعا في سلوك تاني طبعا لما ذكرنا المترو، اللي بيقف على باب المترو ويفتح الباب. المترو حضرتك عمال يزمر ان هو يقفل وانت حضرتك فاتح الباب مستني الراجل اللي هو اساسا بيحط التذكره ولسه هيخش عشان يركب، وهي كلها اساسا كلها دقيقه او دقيقه ونص والمترو التاني هيجي، يعني مش انت مش هتقعد تنتظر ساعه ولا ساعتين. فطبعا ده سلوك خطا. عندك حاجة تانية عن المترو؟ لا مش المترو، لا أنا بشوف حاجة غريبة في الإشارات، يعني عربيات معدية بسرعة وفي ناس معدية، ستات مثلا شايلين عيال أو حامل أو راجل كبير معدي أو ست مسنة معدية، فبتلاقي إن العربية دي واخدة في وشها كده وبتجري. أنا مفروض يعني حتى لو هو مش طريق الست دي هقف لها وعديها هي والاطفال بتوعها، ده اخلاقيا يعني. ما احنا برضو اتكلمنا في الموضوع ده المره اللي فاتت وقلنا ان المفروض ان احنا نحترم الاشاره. تمام. يعني احنا المفروض نحترم الاشاره يعني كبير او ست، يعني يبقى عندنا ثقافه ان في اشاره مفتوحه بالنسبه للعربيات، العربيات اللي بتعدي اشاره مفتوحه. على فكره الناس برضو بتغلط واللي سايق العربيه بيغلط. ايوه ماشي. يعني هي عدت في توقيت مش بتاعها. تمام. بس حامل وشايله طفل، وده بنشوفه كتير على فكره. طب هو بقى هيغلط في ايه؟ أيوة. هو هيغلط المفروض، يعني هو مثلا يبطئ السرعه شويه يهدي يعني. هو خلي بالك هو قائد السياره، انت بتعرف تسوق؟ طبعا 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 معاكي رخصه بنحترم يعني؟ معاكي رخصه يعني كده طبعا. بنحترم الناس الكبيره دي او الناس الحوامل او اللي معاهم اطفال، ما هو مش معنى ان ده مش دلوقتي مش اوانها انها تعدي فانا اروح دايسها. ايوه ماشي، وده بيحصل.
ماشي انا مش مختلف معاك وبعدي بقى. بس انا ممكن كقائد سياره او راكب عربيه بسوها انا ممكن يبقى عيني على الاشاره، يعني انا عيني على الاشاره مش عيني على الطريق، شايف الاشاره هتقفل امتى، وبالذات لو مثلا بيبقى فاضل 3 او 4 ثواني فهو طب على فكره الاشاره بتبقى خضراء ومعدي والست دي معديه هي غلطانه، انا مش هقول لا هقف ولا ادوس هاخدها في سكتي كده، لا طبعا يعني ملهاش دي الست دي. في ناس بتفكر ان هو مثلا ممكن الوقفه لو يقفها حد من ورا ما يبقى جاي على اخر سرعه يضرب، دي حاجه برده دي نقطه مهمه دي برده بيبقى بتحصل برده اللي هو انا مش قادر اقف لان اللي ورايا هيخبطني. ماشي بس احنا بنتكلم في سلوكيات، يعني ممكن ما يحصلوش اي مشكله ذوقيا اقف واعدي الناس دي. طب ايه رايك بقى يا جماعه ما احنا هنبقى في السن ده. طب ايه رايك في الناس اللي بتمشي عكس الاتجاه؟ لا طبعا ده خطا جدا. لا دول ضاربين الدنيا كلها بعرض الحائط وماشيين مكبرين دماغهم ولا اي حاجه فارقه معاهم. وموضوع عكس الاتجاه ده موضوع صعب جدا وبيبقى كمان وبيعمل كوارث. طبعا بيبقى خطا الغير، يبقى حد تاني يقع في الخطا اللي هو عمله ده يسبب له مشكله يعني. والمشكله بيمشي عكسي بيبقى قدام اليوتيرن اساسا، ما فيش اساسا 200 300 متر يعني، مش بعيد. هو مش هيمشي مثلا 3 كيلو ولا 4 كيلو عشان يلف، ده هو اساسا اليوتيرن كله 300 متر او 400 متر، فبيجي يروح اوب والله لو 50 متر برده هو مؤثر واخدها عكس. ايوه هو واخدها عافيه فعلا وخلاص. فاحنا عايزين نقول الناس اللي ماشيه عكس الاتجاه وللاسف بيبقى معظمهم، يعني بيبقى في ناس ملاكي، يعني ناس بيبقى ملاكي وناس المفروض ان راكب ملاكي ده راجل مثقف وعنده درجه كبيره جدا من الوعي بيبقى ماشي عكس، فطبعا العكس دوت بيعمل كوارث. وطبعا لازم نفعل القانون، ان القانون بتاع العكس دوت فيه حبس وفيه غرامه، ده لو اتفعل على الناس كلها فعلا بجد الناس هتبطل العاده السيئه اللي هي تمشي عكس الاتجاه. ايه تاني معانا؟ انت كنت بتقول فيه مجرد اقتراح، كنا عايزين نعرف الاقتراح ده ايه. والله مجرد اقتراح طبعا ده بخصوص السلوكيات دي. لا احنا بنتكلم على موضوع قياده السيارات والناس اللي بتاخد رخص والناس اللي بتسوق، وفي ناس ما بتعرفش تسوق اساسا. انا بقترح على الدوله وعلى الحكومه ان هي تعمل مدارس لقياده السيارات. مدارس قياده السيارات ديت هيخش اللي عايز يعمل رخصه يخش المدرسه يقدم ورقه ويبدا ان هو يتدرب على قياده السيارات، وما يطلعش من المدرسه دي الا ما يبقى فعلا متدرب فعلا، وياخد شهاده من المدرسه ان قائد السياره اللي جاي يطلع رخصه دوت هو اخد شهاده ان هو بيعرف يسوق. على فكره في الدول الاوروبيه والدول العربيه بياخد سنين على ما ياخد الرخصه دي. ما هو احنا بنفاجئ هنا بتليفون انا خدت رخصه، واسطه خدت رخصه. ما هو المشكله بقى خدت عربيه بابا او ماما هم نايمين لعبت عليها شويه فانا بسوق وبيمشي من غير رخصه اساسا خالص. في ناس بتمشي من غير رخصه. رحت مثلا دفعت فلوس خدت رخصه. فاللي هو ناس ما اتعلمتش اداب الطريق، الاشارات دي بتعني ايه على الطريق، وسايق عربيه واعمل اي حاجه. ما هو دوت لازم ده يتغير، لازم يبقى احنا عندنا مدرسه لتعليم القياده وياخد شهاده ان هو اتدرب في المدرسه دي. طب لو دخل بقى امتحان وسقط المدرسه دي تتقفل. المدرسه تتقفل على خيره الله. ليه؟ كويس كويس عشان يبقى فعلا مديله شهاده فعلا ان هو فعلا بيقدر يسوق وبيعرف ايه، ان دي حياه ناس، ارواح ناس، هو ماشي في الطريق دي ارواح ناس. مين بقى اللي هيتحمل ارواح الناس دي لما تموت عشان هو ما بيعرفش يسوق عشان هو طلع رخصه كده؟ فلازم ان هو ياخد شهاده معتمده من المدرسه بحيث ان هو لما يجي يخش يختبر يبقى هو فعلا عنده حكمه في السواقه وان هو يقدر يسوق. ايه تاني معانا؟ والله انا مع الاقتراح ده. انا عايزه اخد راي ايه بس معلش قبل ما نروح لموضوع تاني، ايه رايك في الاقتراح الجميل ده؟ هو ده انسب حاجه لان فعلا تهور الشباب الفتره دي بقى صعب قوي. بابا نايم مش موجود اصلا، ياخد حتى مفتاح السبير بتاع العربيه وينزل هو واصحابه مشغلين اغاني وماشيين على سرعه اصلا هو مش مدرك السرعه اللي هو ماشي عليها، وفجاه ممكن يعني لا قدر الله يقع في حاجه او يبقى يعني يخبط حد ما يبقاش له ذنب في الموضوع وهو اللي يشيل ان هو متهور في الموضوع ده. طيب احنا عندنا فاصل رساله من عامل نظافه. الرساله انت مستعجل على الفاصل ولا ايه؟ لا انا قلت في فاصل ولا حاجه. لا 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 رساله من عامل نظافه. قوليها انت بقى. الرساله معاك انت بقى. لا معاك انت. هو انا بلغتها لك، هو قالها لي وانا بلغتها لك وانا هكمل معاك. والله في عامل نظافه كده كان بعت لنا ان هو في حاجه بتزعجه جدا من الناس اللي هو بيتعامل معاهم. ما اعرفش ليه الناس بتحتقر عامل النظافه. يعني النهارده هو لما خبط على باب شقتي او جه في الشارع بتاعي هو بيلم الزباله بتاعتنا بتاعت بيوتنا بتاعت شوارعنا.
احنا ليه بنفتح للراجل ده واحنا بنبص له نظره احتقار او دونيه؟ ليه بنتعامل مع الانسان ده على ان هو قليل قوي؟ لا، الراجل ده على دماغنا من فوق. انا بقول بعلو صوتي وزمايلي معايا، احنا بنحترم الراجل ده جدا. لان تخيلوا يا جماعه، احنا لو الزباله دي ما طلعتش من بيوتنا يوم واحد، والله والله انا عن تجربه، انا نسيت شنطه زباله في شقه مامتي وقفلت ومشيت، رجعت تاني يوم لقيت ريحه الشقه ما تنطقش. يوم يعني كام ساعه؟ كمان ما كملناش 24 ساعه. فانا عايزه اقول لكل الناس على لسان عامل النظافه هو وزمايله، لانهم كلهم بيتعاملوا معامله سيئه قوي. اولا هم مرتباتهم ضعيفة جدا، مش هنتكلم في ده بوجه خاص، بتكلم بوجه عام. الراجل ده على قد ما هو مرتبه بسيط، لكن كل يوم بيجي يخبط على باب شقتي وشقتك وشقة الناس كلها علشان ياخد الزبالة بتاعتنا، اللي هي لو اتثابت في بيوتنا هتعمل ريحة وحشة وهتجيب حشرات، والحشرات هتنقل عدوى وتجيب أمراض. طيب لو احنا خدنا، ما جاش الراجل ده، غاب يوم أو يومين أو أسبوع، مريض، هنفترض ان الراجل اللي جاي الشارع بتاعنا ده مريض، طيب الزباله دي هتترمي في الشارع وتبقى كوم زباله كبير، هيتلم عليها مين؟ الكلاب والقطط بتحاول تنبش جواها علشان تاكل منها، برضو الحشرات. طب الحشرات اللي هتدخل بيوتنا دي وجايه من المكان ده هتعمل معانا ايه؟ ايه يعني حشرات جايه من المكان ده او كلاب متلمه في الشارع وبتنبش في زباله؟ متخيله انت ايه الوضع؟ تخيلي معايا كده بقى. ايوه طبعا المنظر وحش، وكمان الواحد كمان ممكن يخاف، ويعني وانت معديه المنظر الكلاب والزباله ممكن تقعدنا، يعني الكلاب والقطط دي مصوره. انا شخصيا بخاف من القطط بشكل فظيع. انت عندك فوبيا القطط ولا ايه؟ ما اقدرش. لا وعلينا كمان في مشكله، هو كمان اساسا موصل لي الرساله بيقول لي ايه، احنا مش بتوع زباله، احنا بيسمونا بتوع الزباله، احنا مش بتوع الزباله. لا ده هم لولاهم. يعني على فكره بجد، في اليابان انا ده انا وانا على الفيسبوك شفت حاجه زي كده، بيسموه مهندس بيئه، متخيلين؟ هم دورهم وبياخد مرتب كويس جدا. احنا بنفتح له الباب واحنا اولا مكشرين في وشه وقرفانين منه، وانت بتخبط ليه دلوقتي؟ لا هو جاي يخبط عشان ياخد الحاجه اللي احنا مش عايزينها، اللي احنا مضايقين منها اصلا، القرف بتاع البيت. فاحنا النهارده موضوع الزباله دوت لازم يبقى ليه حلقه كمان، وانا كمان وعدته ان هو هيجي معايا على الهواء. اهلا وسهلا. ان هو يجي معايا على الهواء عشان هو يتكلم. والله اهلا وسهلا يا عم محمد، انا الرساله بتاعتك وصلت ووصلناها للساده المشاهدين زي انت ما قلت لي، واكيد طبعا انا عارف انت دلوقتي بتتفرج علينا، وبنقول لك يا عم محمد انت فوق دماغنا، وكل عمال النظافه فوق دماغنا، سواء اللي هم في المنزل او اللي هم في الشارع، اللي في الخارجي، اللي قاعدين في الشارع بعد ما احنا بنخلص كده ونروح ننام، هم سهرانين طول الليل عشان ينظفوا مكان ما احنا ما بنرمي. وانا راكب العربيه برمي المنديل، برمي ازازه كولا، برمي ازازه ميه، هم قاعدين وسهرانين طول الليل عشان يلموا كل زبالتنا احنا. هم مش بتوع الزباله، احنا اللي بنرمي الزباله، هم مش بتوع الزباله، هم بتوع نظافه، هم عمال النظافه. انا عايزه برضه اعتذر لعم محمد وبقول لك حقك علينا كلنا، واحنا المفروض كلنا يا جماعه اللي شايفيني واللي سامعيني نتعامل مع عم محمد وغيره وزمايله كلهم بكل احترام، لان احنا مفروض بنحترم بعض وكلنا عباد الله. ايه تاني معانا دلوقتي؟ رسائل فيسبوكيه مع ايه. طبعا يا ايه انت طبعا جاي لنا عن طريق الفيسبوك واحنا طبعا مسيناك الفيسبوك، وتقول لنا بقى الرسائل اللي ناس بعتها لنا. طبعا احنا عندنا الرساله بتاعتنا على الصفحه بتاعتنا على الفيسبوك، برنامج تحت الاضواء، هترسلونا، واي مقترحات انتوا شايفينها في البرنامج احنا بنتقبلها، واي حد محتاج اي حاجه بالبرنامج برضو احنا متقبلها. اتفضلي يا معانا. اول رساله من احمد الكومي بيقول لحضرتك ليه ما يكونش الرياضه تبقى الفقره بتاعتها اطول من كده؟ والله يا احمد طبعا انت منور الصفحه بتاعتنا، وانت طبعا على طول معانا على الصفحه وانا بشوف تعليقاتك، بس هي المشكله ان احنا برنامج شامل، يعني احنا مش برنامج رياضي، احنا بنحاول ان احنا نجيب حاجات في البرنامج عشان الساده المشاهدين يستفيدوا، لكن اوعدك ان احنا يعني الى حد ما ان احنا نزود الدقيقه الرياضه دي تبقى دقيقتين فاضله بدل دقيقه. تمام مفيش مشكله ان شاء الله باذن الله كده هنحاول ان احنا نزود الفقره الرياضيه. وايه تاني ومعانا ايمي بتقول ان برنامجكم جميل قوي، وان هي بتعرف تطبخ كويس ونفسها تبقى معانا وان احنا نعمل حلقه عن المطبخ. فضيله بقى بتاعت المطبخ بتاعت الاكل كله. ايمي اهلا وسهلا بيكي يا حبيبتي، وانا برحب بيكي
وان شاء الله احنا بنجهز لحاجه زي كده، فقره مطبخ. وانا سمعت ان اكلك جميل جدا جدا، وانتي ست جميله جدا، وبنرحب بيكي في اي وقت ان شاء الله، وهيتم التواصل معاكي. يعني هي ايمي هتطلع معانا في المطبخ يبقى انتوا الاثنين طباخين؟ يعني انا هسيب الموضوع ده والشرف ده لايمي. انا هاكل. انت وايه بقى؟ انا ممكن اساعد. انت وايه؟ انت هتساعده كمان؟ خلاص انا هاكل. ايه؟ انا هاكل. وانت مش هتساعد ولا طب انت إيه؟ يعني الاكلات يعني الاكلات انت الاكلات انت تعرف تعمليها؟ لا انا بعمل الحمد لله كل الاكل المصري، كل الاكل الشامي، كل الاكل الخليجي، وحاجات بسيطه غربيه. انا سمعت عن التبوله ديت، انا عايز اعرف يعني التبوله التبوله دي بتبقى مكونه من ايه بقى دي؟ احكي لك دلوقتي. هي مكونه احنا ممكن من لا يعني هي بقدونس مع طماطم متقطعه صغير، مع خيار، مع ليمون، مع شويه ملح صغيرين، مع شويه فلفل اسود، وقد كده قد كده حاجه صغيره فريك منقوع. الناس تحط رمان؟ منقوع. لا الناس اللي عايزه تحط دبس الرمان او تحط الرمان، حب الرمان كده كديكوريشن على الوش عشان يبقى شكلها جميل. بس هي على فكره تعتبر طبق كامل، وبعد كده بعد ما يخلص الطبق ده بنحط عليه زيت زيتون. دي فيها لان طبعا هي شاميه، ده كده فيها قيمه غذائيه كبيره جدا، جدا عاليه جدا عاليه يعني جدا، يعني حتى ممكن واحد ياخدها الصبح كده كفطاره او كوجبه كده يعني تاكلها الصبح، تاكلها الظهر مع حته ستيك او بانيه او بوفتيك، الحاجات اللي هي الخفيفه بتاعتنا. انا ما بحبش المسبكات بصراحه خالص، مشويات بعيد عنها. طبعا أخف. انا جوعت. والفتوش والفتوش الفتوش انا ايمي عرفت انها بتعرف تعمل الفتوش. الفتوش فندخل كده تحدي مع الفتوش. طبق لبناني يعني هو. ان شاء الله هنعمل فقره للمطبخ ان شاء الله بامر الله. الفتوش ده طبق لبناني. طبق لبناني. بس مش الكل بيعرف يعمل الطبق ده، يعني انا اكلته هنا في مصر في اماكن واماكن. لا احنا بقى نعمله احنا على الهوا ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. ايه تاني يا ايه معانا؟ معانا جهانة القاضي بتقول ان احنا ممكن نغير ميعاد البرنامج عشان هي بتفضل سهرانه طول الليل مستنيانا، عشان البرنامج بيبقى بدري قوي عشان تلحق تتفرج علينا. والله يا ايه احنا مشكله البرنامج احنا طبعا احنا بناخده فتره الصباحيه، لان طبعا الخريطه مليانه. يعني انت حضرتك لو بتتفرجي، انت بتتفرجي طبعا متابعه جيده للقناه، قناه الصحه والجمال، بس احنا عندنا طبعا الخريطه مليانه، فمفيش طبعا في الوقت الحالي مفيش امكانيه ان احنا نغير ميعاد البرنامج. وان شاء الله في يعني ممكن بقى الموسم اللي جاي كده ان شاء الله، لو في حاجه فيديت في وقت هيبقى مناسب لحضرتك ان شاء الله هنحاول نعمل دوت. وطبعا احنا سعداء اللي انت طبعا بتبقي سهرانه طول الليل عشان تتفرجي علينا، وان شاء الله نوعدك كده نشوف الموضوع دوت مع اداره القناه. معانا برضو سلام من نور علي بيقول لك ان البرنامج حلو قوي، هو بيحبه بس هو صوته حلو، وليه ما بنعملش برامج للمواهب يعني؟ دي بتاعت المواهب. دي بتاعت المواهب الاصوات الحلوه، هي اللي مكتشفاني يا استاذ نور. هو نور ولا ولد ولا بنت؟ لا ولد. ولد. ما هو بيقول فولد. ماشي. ما لو في نور ولد وفي نور بنت. لا لا بيقول مش بتقول. ايوه ماشي. احنا هنعمل فقره للغه العربيه على فكره. الفصحى اللغه العربيه الفصحى. يا استاذ نور بنرحب بيك. هو بيغني؟ هو صوته حلو وبيغني، هو نفسه يطلع معانا في البرنامج، يبقى في برنامج مواهب ان هو يقدر يقدم فيه او صوته يطلع من. بص ان شاء الله انا اوعدك الموسم الجديد بامر الله احنا معانا مواهب كتير، وتشرفنا وتكون من ضمن الناس دي وتغني براحتك يا استاذ نور، وهنغني معاك برضو. معانا كمان انا معانا من خلاص انا مره معانا المطرب الجميل تامر نور. طبعا بطلت خلاص. معانا كمان رساله من جون بيقول ان هو بيتصل علينا كتير بس مش بيقدر يتواصل معانا لان دايما الخط بيبقى مشغول. والله يا جون احنا ما بنفتحش يعني احنا ما بنفتحش المكالمات كتير للناس، لان احنا بنلاقي حاجات كده يعني مش ظريفه. يعني احنا الحلقه اللي فاتت والحلقه اللي قبلها حد بيتصل بينا، يعني انا مش عارف. انا عايز كويس ان هو جون قال الموضوع ده، يعني حضرتك كل مره يتصل بينا احنا عايزين نساعد الناس. احنا مش طب على فكره انت نسيت تحط رقمه، انا مش فاهمه. لا والله المره الجايه لا الراجل عايز يساعد المطلقات والارامل يا جماعه. والله هو يعني مش عارف، هو ماسك المطلقات والارامل وعايز وعايز كل حلقه على فكره، عايز كل حلقه بعد البرنامج. هو سمعنا اكيد. اكيد سمعنا، ما هو بيتفرج علينا كل مره بعد البرنامج، عايز يساعد مطلقات وعايز يساعد الارامل عايز يساعد الناس. احنا مش جماعه في 9 مليون مطلقه يا تامر في البلد، معلش لو سمحت ادي له فرصه. احنا اساسا مش برنامج مساعدات، احنا بنتلقى مساعدات ولا بناخد مساعدات من حد. انت حضرتك عايز تساعد، عندك جمعيه رساله وعندك كذا جمعيه تروح ممكن تروح تشوفها في كتير قوي كل يوم على التلفزيون، الاعلان كتير على التلفزيون. و57 53 57 ديت
لعلاج الاطفال اللي عندهم اورام، فممكن تساعدهم وربنا يشفيهم يا رب. فحضرتك بقى لو انت بقى كلمتني تاني هحط رقمك بقى على الشاشه، وانت يعني بقى يعني خد ده تحذير ده ولا ايه؟ خد المطلقات. لا مش هيلاحق على فكره، ده هيتجنن. فجون يعني احنا كنا لما بنحط المداخلات فكانت بتعمل لنا مشاكل شويه، فيعني لو حابب تتواصل معانا بقى تواصل معانا على الصفحه على الفيسبوك. انا من رايي تحط التليفون بصراحه ان شاء الله المره يعني الجايه. هو لو ساعه ما بدانا لغايه دلوقتي لو اتصل تاني، هو اسمه الاستاذ احمد، لو اتصل تاني استاذ احمد لو اتصلت تاني يا استاذ احمد والله هحط لك التليفون على الهواء مباشره. استاذ احمد انا عايز اوجه لحضرتك رساله، اكيد متابعنا وشايفنا فعلا تامر بيقول لك في اماكن كتير ممكن تعمل فيها خير، وهي برضو بترعى المطلقات والارامل واليتامى والفقراء والمساكين، لان انا شايفه ان حضرتك بتضيع وقت طويل وما بتعملش اي حاجه، هي مجرد انا بعتقد يعني ان هي يعني حد ما عنده وقت فاضي ووقت طويل وعايز يتكلم في التليفون. فاحنا فعلا انا بأيد تامر، لو حصل الكلام ده مره ثانيه فهنزل رقم تليفونك على البرنامج. ايه تاني معانا كده؟ معايا اخر سؤال لام رانيا، بتقول ان برنامجنا جميل قوي ودايما متالقين ما شاء الله، وان هي نفسها ان هي تشوف فنانين معانا. ان شاء الله ان شاء الله برضو في الموسم الجديد، عشان هما دلوقتي مشغولين في اعمال كتير لرمضان، يبقى معانا نجوم دراما ونجوم فن ونجوم طرب، واحنا قبل كده برضو عملنا حلقات يا مرانيا طربيه، فان شاء الله يكون الحلقات الجايه بتشمل انواع فن كتير. واهلا وسهلا فيك يا مرانيا، وميرسي على رايك الجميل، وان شاء الله هنلبي لك طلبك والله. ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. طبعا هيبقى الموسم الجديد ان شاء الله هيبقى معانا مفاجآت وهيبقى معانا نجوم ان شاء الله. بس طبعا زي ما هي قالت فضيله اليومين دول عشان تصوير رمضان، فطبعا هم مشغولين جدا بالتصوير، وان شاء الله الموسم الجديد هيبقى افضل واحسن، يعني هيبقى معانا نجوم كتير ان شاء الله. ايه يا فضيله في ايه تاني معاكي؟ لا يعني؟ كده فقره الاسئله بتاعتي انت خلص. الاسئله بتاعتك كده ايوه خلاص كده الفيسبوك تمام كده، رسائل الفيسبوك خلصت. وانا بس عايزه اتكلم في مجرد اقتراح ده عجبني جدا، معلش ماشي عايزه ارجع له تاني. اتفضلي. يعني ايه اللي يخلي الناس معانا طبعا اللي يخلي الناس تعمل ده، ايه اللي يلزمهم بده؟ يعني في قانون بيفعل الكلام ده؟ لا ما فيش. يعني طبعاً. بنقترح مين اللي ممكن يعمل ده؟ لا احنا بنقترح للدوله والدوله هي اللي بتنفذ. هو طبعا على فكره برضو انت بتكلمي على موضوع السواقه والقياده والحاجات دي، طبعا طبعا هي الدوله اكيد هي في الخطه بتاعتها ان هي هتعمل دوت، بس احنا عايزين نعجب الموضوع ده، لان يعني الموضوع بقى يعني بقى ماسخ قوي، يعني موضوع الرخص واللي بيروح يطلع رخصه وما بيعرفش يسوق بيخش، فاحنا يعني احنا عايزين الموضوع ده بيبقى في اسرع وقت. طب ما احنا عايزين نعمل حاجه على الفيسبوك برضه. نعمل ما فيش مشكله، يعني تبقى حمله ان هو بيساعد كتير، مش مجرد ان احنا يعني بنقول النهارده اقتراح في القناه في البرنامج سوري وبعد كده خلاص حلقه وعدت. لا احنا لا. ممكن نعمل عايزين نعمل دوت، ان ده حاجه مهمه جدا يعني. يعني القياده فن وذوق وادب واخلاق، عايزين نفعل ده ونفضل ورا الاقتراح ده، ايه رايك؟ والله معايا ولا هاشتاج مثلا القياده ذوق واحترام او مش كده؟ اه وتبقى فعلا متابعينها، ده حقيقي والله فكره، لأن فكره حوادث كويس. كتير بتحصل ودي ارواح ناس. والله فكره كويسه، يعني الفكره دي كويسه، ممكن ان احنا نشتغل على دوت ونعمل هاشتاج ان احنا محتاجين نبقى عندنا في القياده يبقى في عندنا ادب واخلاق. ده في يعني حاجه بتستفزني جدا، احنا هنعمل يوتير كل العربيات واقفه صف واحد عشان تخش، ويجي لك واحد كده جميل ظريف يروح ماشي من ورا العربيات ويروح جاي على طول ويروح داخل من النيوتن، ما تقف في توقف الصف، وقف الصف لا ده هو الشجيع يعني يعني اجدع واحد هو جاي ساب ساب الصف خالص بتاع العربيات الكومال كل ده دخل يوتيرن يروح جاي من اليمين بختصر انا بختصر جاي باخد اليمين بقى يروح داخل هو بقى اللي هو خلاص هو طبعا ده سلوك يعني شنيع، الواحد بيبقى واقف كده وهو واقف في الطابور ودوت بيعدي من جنبه، ده بتبقى حاجه يعني ده وحش قوي وبيعطل اصلا بقيه الطابور اللي وراه بيتعطل، يعني هو عشان يسبق الناس اللي وراه تقف وتتعطل. وحاجة. لا ما هو ما يفرقش معاه مين يتعطل ومين يقف هو اهم حاجه نفسه. لا ده انا عديت يعني لا بالنسبه كمان بالنسبه للعطله لما يبقى فيه اشاره، الاشاره لو انت هتمشي على طول اشاره مقفوله انت هتقف ملتزم بالاشاره، لكن لو هتخش شمال فهو الاشاره بتاعتك مفتوحه، يجي واحد يروح واقف الشمال يا عم الطريق ده طريقنا اساسا المفروض ان انت تخش، لا واقف ملوش دعوه بقى باللي وراه اللي داخل الشمال دوت، لازم انتظر بقى لحد ما الاشاره تفتح، والمفروض ان هو يبقى عنده خلفيه ان الشمال دوت مفتوح، المفروض ان هو ماشي مع الاشاره.
لكن اللي ماشي على طول والاشاره بتاعته مقفوله هو ده اللي يقف. ده برضو سلوك خاطئ المفروض ان احنا يعني ما نعملوش. لا هو المفروض احنا ناكد على الحمله دي ونمشي وراها بجد. انا بتكلم بجد يا جماعه، مش اقتراح احنا قايلينه وهيمر مرور الكرام. اه لا، ويبقى في قواعد كمان، يعني ان احنا ننزلها وقواعد والالتزام، وان هو يلتزم باللي بيتقال، ما يبقاش مجرد كلام وخلاص. ونطالب بان فعلا يبقى في مدارس قياده حقيقي. ان شاء الله باذن الله احنا هنعمل الحمله ديت ونشوف هتسفر عن ايه. احنا بس احنا دورنا كاعلام لازم نبرز الكلام دوت، يعني لازم ان احنا نتكلم فيه ولازم نقوله. فاحنا ان شاء الله باذن الله هنبدا الحمله بتاعتنا من النهارده. هنبدا حملات كتير طبعا، هنتكلم كمان على موضوع النظافه بتاع عم محمد دوت، هنتكلم فيه. تمام. معانا ايه تاني ولا معانا فاصل؟ هنطلع فاصل. أعزائي المشاهدين، ورجعنا لكم تاني ومعانا الدكتور يحيى علي مدير تحرير جريدة الجمهورية. الدكتور كان مفروض يكون معانا النهاردة بس اعتذر لأسباب عملية. بنرحب بالدكتور يحيى علي. دكتور يحيى ازاي حضرتك؟ اهلا وسهلا. ازاي حضرتك؟ كل سنة وحضرتك طيب. نورتنا، اهلا وسهلا. دكتور يحيى، عايز اعرف الصحف النهارده بتقول ايه؟ الحقيقه النهارده الصحف طلعت كده يعني شبه عرس ديمقراطي كبير. المصريون خرجوا بالملايين الى الشوارع والميادين ليؤكدوا الوعي للشعب المصري وتأييد للدوله المصريه واستكمال مسيره البناء والتنميه تحت لواء قائدنا الحكيم الرئيس عبد الفتاح السيسي. الصحف النهارده الحقيقه الجمهورية خرجت بمنشآت بتقول كلمة المصريين الحاسمة من ميادين الوعي والناصر ودعم الوطن أجهضت أكاذيب وأوهام الخونة. الكل هتف تحيا مصر. الشعب خرج في جميع المحافظات احتفالا بنصر أكتوبر ودعما للدولة المصرية والبناء ومسيرة التنمية والمشروعات القومية العملاقة التي تنطلق في رجوع الوطن. هذه الاحتفالية الكبيرة كانت أيضا دعما وتأييدا للرئيس عبد الفتاح السيسي في مسيرة البناء والتنمية التي يقودها بشكل كبير في أنحاء البلاد. الأهرام أيضا قالت المصريون يحتفلون بذكرى نصر أكتوبر ويجددون الثقة في الرئيس. الحقيقة في الاحتفال بالذكرى 47 لنصر أكتوبر المجيد خرج المصريون أمس في مسيرات حاشدة بالشوارع والميادين مرددين الهتافات والأناشيد الوطنية المؤيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، وبيؤكدوا أيضا دعمهم لمؤسسات الدولة ورفضهم ووعيهم التام بالمخططات التي تحارب ضد الوطن وضد استقرار البلاد والعباد. هذه المسيرات أكدت الرفض الكامل لمحاولات قوى الشر لنشر الفوضى والواقعة بين الدولة والشعب. كل القوى السياسية والأحزاب بالأمس فعلا أكدت دعوتها لجموع الشعب للمشاركة في احتفالات ذكرى الانتصار. وشوفنا الملايين أمام نصب التذكاري للجندي المجهود بمدينة ناصر. الميادين الرئيسية كلها تمكن تفن في شوارع القاهرة، وكان الزحام قد إيه من الملايين اللي اتخرجت بتجدد الثقة في الرئيس عبد الفتاح السيسي تدعم جهود الدولة المصرية في مواجهة الإرهاب ورفض كل مخططات قوى الشر اللي بتستخدم آلة إعلامية غريبة في الداخل والخارج لزعزعة الثقة وضرب استقرار الوطن. يعني يمكن الشعب المصري عندما ينظر إلى البلاد حوله، مش عايز أذكر أسماء، كثير من الدول من حولنا بتعاني من الإرهاب والفوضى وعدم الاستقرار وما فيش حياة نهائي. الشعب المصري بعين الواعي أدرك ضرورة الحفاظ على استقرار وأمن البلاد، عشان كده خرجت الملايين بالأمس بتجدد الثقة في القيادة وأيضا بتدعم الدولة المصرية من أجل الرخاء والاستقرار والتقدم والازدهار. ما طبعا أستاذ يحيى، طبعا الشعب المصري، طبعا أهلا بيك. طبعا الشعب المصري كل يوم بيثبت للعالم إن هو أجمل شعب في العالم، كل يوم بيثبت ده. وامبارح كان طبعا مشهد أكتر من رائع،
كان حاجه جميله الواحد كان فعلا فخور بيها استاذ يحيى. دي حقيقه انا وايدك استاذ تامر. اولا احييكم على برنامجكم اللي بيحظى بنسبه مشاهده عاليه جدا، والحلقه دايما بتبقى ثريه بالاراء والافكار اللي بتهم المواطنين سواء السياسيه او الاجتماعيه او الثقافيه والطبيه. فاحييك الاستاذه فضيله المذيعه اللامعه والاستاذ تامر، احييكم فعلا على هذا البرنامج اللي فيه حس وطني، يعني بتحس فعلا ان هذا البرنامج باشعه وطنيه ودايما بيفيد المواطن بالعديد من المعلومات المتنوعه بين اجتماعيه وسياسيه وثقافيه. انا اؤيدك تماما ان الشعب المصري بالامس خرج فعلا عشان يؤكد وعيه ويؤكد دعمه لاستقرار وامن الوطن. لكن عايز اقول لحضرتك حاجه من المنشطات اللي لفتت نظري فعلا النهارده، يمكن منشط في الجمهوريه 47 مليار جنيه استثمارات حكوميه بالصعيد خلال العام القادم خلال 2021. ما شاء الله، الحقيقه دي نقطه مهمه جدا. لا تاني كده يا استاذ يحيى، 47 مليار جنيه. 47 مليار جنيه، 47 مليار جنيه، ده مبلغ ضخم جدا. ده غير الاستثمارات الاجنبيه، ده استثمارات من الداخل، من داخل الوطن، استثمارات حكوميه لتنميه الصعيد. شوف قد ايه بقى التقدم والازدهار. طبعا الصعيد ومحافظات الجنوب ظلت سنوات عديده مهمله وتعاني من نقص الخدمات. الحقيقه يمكن منذ ان تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم وهو يتوجه نحو الصعيد وتنميه الصعيد، جزء عزيز غالي من ارض الوطن بيعاني شبابه من البطاله، فكان لابد من توجيه الاستثمارات والتنميه الى محافظات الصعيد، توفير فرص عمل للشباب، توفير حياه كريمه لكل مواطن، تحسين مستوى المعيشه والخدمات، كهرباء، ميه، رصف، مصانع، انشاءات. فدي حقيقه لفته طيبه جدا بتؤكد للشعب المصري خارج بالامس تاييدا للقياده والدوله مسيرة الإصلاح، مسيرة التنمية، الاستثمارات في الصعيد وفي الدلتا وفي سيناء وفي مطروح والوادي الجديدة، المشروعات القومية العملاقة التي تنطلق في ربوع الوطن شمالا وجنوبا وشرقا وغربا، كل هذه التنمية تعود بالرخاء على مستقبل الأجيال القادمة ومستقبل الوطن. عشان كده الشعب المصري واعي، بيحب وطنه وحريص على استقرار وأمن بلاده. وكمان يا دكتور، هو في أخبار تانية لفتت نظر حضرتك النهاردة؟ الحقيقة خبر مهم جدا برضو بيهم كل الأسر المصرية، خاص بالتعليم. احنا دايما في بداية كل سنة تعليمية يقولك لازم تسدد المصروفات عشان تاخد الكتب، وبيدور لغط كبير. وزارة التعليم أكدت بالأمس أن تسليم الكتب والتابلت للطلاب لا يرتبط إطلاقا بسداد المصروفات. على كل أسرة مصرية أن تطمئن تماما أن الكتب أو التابلت سيحصل عليه الطالب سواء سدد المصروفات او لم يسدد، لا علاقه له بسداد المصروفات. نظرا للظروف اللي تمر بها الاسر المصريه، التلميذ من ابتدائي حتى الثانوي سيتسلم كتبه تماما، التابلت، ويسدد المصروفات براحته. ثانيا، هناك فئات مستثناه، عارفين ان هناك العديد من الفئات المستثناه، الايتام وابناء الشهداء وابناء المصابين والأسر الأكثر فقرا والأسر الأكثر احتياجا، معفاة تماما من المصروفات. فده بتأكد على وزارة التعليم، كان خبر مهم جدا. أيضا خبر مهم بيهم يمكن 100 مليون مرتبط بالمعاشات والمالية. احنا عارفين هيئة التأمينات والمعاشات كان لها مبالغ كبيرة لدى وزارة المالية. رئيس الوزراء أكد امبارح انه فض التشابك مع الهيئة القومية للتأمينات والمالية، المالية سددت 7 مليارات للتأمينات والمعاشات عشان يصرفوا العلاوات المتأخرة لأصحاب المعاشات. كلها الحقيقة أخبار بتهم المواطنين وتهم الشارع المصري وتهم الطلاب. أيوة أستاذ فضيلة، اتفضلي. تامر، أنت هتتكلم في الرياضة. هنتكلم في الرياضة، بس قبل ما أتكلم في الرياضة، آية كده معاها سؤال كده عايزة تسأله الأستاذ يحيى. هو كان قريب من السؤال اللي فضيلة سألته، إيه الخبر الجماهير اللي بيهم المواطنين والطلاب، اللي هو حاجه تخص الموسم الدراسي الجديد اللي حضرتك اتكلمت فيه. اتكلم فيه دكتور. طيب، تسليم الكتب ده انا قلت حاجه فعلا بتهم الاسره، ودايما بتبقى عامله قلق لدى الطالب او التلميذ في بدايه الدراسه، يا ترى هيسلموه الكتب ولا يستنى يسدد المصروفات. بطمن الاسر المصريه والطلاب، لا، هتستلم كتبك مع بدايه العام الدراسي،
دون الارتباط اطلاقا بسداد المصفوفه. ودي طبعا رساله لقوى الشر اللي عمالين يتكلموا يقول لك ان الفقراء الدوله سايباهم ومهملاهم والناس اللي معاش فلوس هيخش الدراسه ازاي والمصاريف المدرسيه، ودي طبعا رساله لقوى الشر. عشان استاذ سامر مع حضرتك، انا عايز بقى اضيف لحضرتك انه تقرر امبارح ان كل الاسر حتى في المصالحات في مكافات البناء كل الاسر الفقيره ستتحمل الحكومه سداد والجمعيات المجتمع المدني سداد تكاليف المصالحه للاسر الفقيره. وتمكن الدعم اللي دكتور يحيى، هو في عدد معين من الاسر دي ولا للكل؟ الاسر الفقيره والاكثر فقرا واحتياجا اللي هي هتقدم التماس لا تستطيع سداد قيمه المخالفات ستتحمل بعض جمعيات المجتمع المدني وصندوق مصر السيادي سداد النفقات والتكاليف لها على الاطلاق، مش هتكلف ولا مليم. الاسر الفقيره المعدمه اللي محتاجه فعلا اكثر فقرا تتحمل الدوله نفقات قيمه المصالحه. ثانيا ال 500 جنيه للعماله غير المنتظمه تقرر استمرارها لنهايه العام. يعني الحقيقه لا احد يزيف الوعي لدى المصريين، المصريين على وعي تام بمستقبل وطنهم وحرصهم على وطنهم، والدوله لا تبقى على الاطلاق على اي فقير مصري، ودايما بتسعى لتوفير حياه كريمه لكل ابناء مصر على ارض الوطن. ودي طبعا رساله لقوى الشر ان مصر بكانت القائد الحكيم ما بتنساش ولادها وما بتسيبش ولادها وما بتديش ظهرها لولادها. ده حقيقي ويده في ذلك تماما. طيب احنا طبعا بالنسبه للرياضه بقى، الوسط الرياضي ساخر، يعني شفنا موسيماني المدير الفني. ما انا لسه هقول هسال حضرتك طبعا الوسط الرياضي طبعا مشتعل الاسبوع اللي فات طبعا رحيل مدرب الزمالك المفاجئ ورحيل مدرب الاهلي المفاجئ. عايزين نتكلم على مدرب الزمالك الجديد وطبعا اول تجربه ليه مع المصري وفاز 1-0. فعايزين نعرف حضرتك برضو تقييمك ايه. هو طبعا ما يقدرش يقيم دلوقتي لان هو لسه اول مباراه، بس انت شايف يعني هو مع الزمالك هيبقى فين، وهو هل ده مدير فني مناسب لنادي الزمالك؟ الحقيقه اولا انا احييك على انت دايما في فقراتك بتاخد دقيقه رياضه بتجيب فيها خلاصه ما حدث في الوسط الرياضي خلال اسبوع، فانا بحييك على هذه الفقره ودايما بتبقى معلوماتها جديده وسريه. سؤال وجيه جدا انه فعلا باتشيكو البرتغالي اللي استعان به نادي الزمالك بعد هروب كارتيرون او رحيل كارتيرون المفاجئ، الحقيقه كان له تجربه سابقه مع نادي الزمالك ولم ينجح فيها. يعني دعني اتحدث بصراحه ان مستوى باتشيكو الفني لم يحقق اي بطوله تذكر يمكن على مدار السنوات التي تدرب فيها، لكن الزمالك وجد في هذه الفترة التي يخوض فيها مباريات في القارة الأفريقية خلال الشهر القادم لابد أن يقود مدير فني أجنبي. شفنا طارق يحيى الحقيقة قاد مباراتين أو ثلاث مباريات، يعني مش عايز أقول فشل تماما في القيادة الفنية للفريق وغير مسيطر على الإطلاق على الفريق، فلازم الأهلي والزمالك مدير فني أجنبي. عشان كده الزمالك سارع باستعانة بباتشيكو رغم السي في بتاعه اقل كثيرا من نادي الزمالك اللي من اكبر الانديه الافريقيه، لكن في المباراه الاولى الحقيقه ربنا وفقه امام المصري وفاز بهدف وطرد فيها طبعا نجم الفريق ساسي، والزمالك بيوقع عليه عقوبه. يمكن الخبر الجديد ان الزمالك بيوقع عقوبه على ساسي بسبب انه خد انذار، خلاص مالكش دعوه بالحكم، خد انذار، استفز الحكم لغايه ما طرده. الفريق لعب 60 دقيقه بدون اهم عنصر من عناصر خط الوسط، عشان كده الزمالك وقع عليه عقوبه. طيب بالنسبه للاستاذ يحيى برضه عشان وقت البرنامج معانا طبعا اوشك على الانتهاء للاسف، عايزين برضه نتكلم على موسيماني كده قدامنا دقيقه كده نتكلم فيها على موسيماني المدير الفني الجديد الجنوب افريقي. موسيماني فعلا زي ما قالت الاستاذه فضيله انه الجنوب افريقي موسيماني ده لاول مره يمكن الانديه المصريه تستعين. شكرا دكتور يحيى، ومضطرين اعزائي المشاهدين بقول لكم نشوفكم على خير وخير الكلام. سلام.